السلام عليكم. دونك سوف نبدأ حصتنا بعملية النشر التي أعطيتكم. إذا نبدأ بالتعبير الأول. التعبير الأول A égale à x plus 3 à la puissance 2. دونك لي نشري هذا التعبير. هذا التعبير يشبه متطابق الهمة الأولى، وبالتالي فإننا نقوم بنشره باستعمال متطابق الهمة الأولى وهي A زائد B أس 2 تعطينا A أس 2 زائد 2 AB زائد B أس 2. دونك تأتي X أس 2 زائد 2 X 3 زائد 3 أس 2. دونك النتيجة هي X أس 2 زائد 6 X. دونك 2 في 3 هي 6، 6 X زائد 9. التعبير الثاني هو B يساوي ناقص X ناقص 2 الكل أس 2. دونك نعتبر التعبير هو A ناقص B الكل أس 2، بحيث أن A هو ناقص X، يعني ناقص X كلها، هادشي درت بين قوسين كله كنعتبرو A، و 2 هي B. دونك متطابق الهمة الثانية تعطينا A اللي هو ناقص X أس 2 ناقص 2 في ناقص X في 2 زائد 2 أس 2. دونك هنا كتعطيني X أس 2 ناقص X أس 2 هي X أس 2. هنا عندي ناقص 2 ناقص 2 في ناقص X هي زائد 2 X، عاد مضروبة في 2 تعطيني زائد 4 X. زائد 4 X 2 أس 2 هي 4 زائد 4. 7 ناقص X الكل أس 2 متطابق الهمة الثانية. أيضا كيف نقوم بتعميلها؟ 7 أس 2 ناقص 2 في 7 في X زائد X أس 2 تعطيني 7 أس 2 هي 49 ناقص 14 X زائد X أس 2 تطابق أو الإكسبرسيون D 3 X زائد 10 الكل أس 2 يعني 3 X الكل أس 2 زائد 2 في 2 في 3 X في 10 زائد 10 أس 2. دونك هنا لدي 3 X الكل أس 2، يعني كتولي 3 أس 2 X أس 2. 3 أس 2 هي 9، 9 X أس 2 X أس 2 زائد 2 في 3 في X في 10. 2 في 3 6، في 10 60 في X، 60 X زائد 10 أس 2 هي 100 تساوي 100. L'expression E, moins 2x plus 6, الكل أس 2, le tout au carré. Donc, هنا إما غنخدمو بحال هكا ونعتبرو هاد العدد كامل هو A، إما غادي نحاولو نقلبو هاد جوج ديال الأعداد لداخل. عندي 6 ناقص 2x، الكل أس 2. دونك هاد l'expression يعني الجمع راه تبادلي، ناقص 2x زائد 6 تساوي 6 ناقص 2x، سي لا ميم شوز. دونك هنايا غنحاول نخدمها بتطابق الهمة الثانية، يعني تعطيني 6 أس 2 غنديرها مباشرة هي 36 ناقص 2 في 6 اللي هي 12 في 2 إكس. دونك 12 في 2 هي 24، 24 إكس زائد 2 إكس أس 2 نقول أس 2 يعني 2 أس 2 هي 4 و إكس أس 2 هي إكس أس 2. دونك متطابق الهمة هنايا هي الثانية أيضا. دونك غناخدو هاد العدد أس 2 3 إكس أس الكل أس 2، يعني هنا غتعطيني هادي 9 وهادي إكس أس 2. 9 إكس أس 2 ناقص، لأن هنا عندي ناقص متطابق الهمة الثانية، ناقص 2 في 3 يعني 6 في 5 يعني 30، 30 إكس. دونك 2 في 3 إكس في 5 هي 30 إكس زائد 5 أس 2 25. إذا الإكسبرسيون موالية، عندي 1.1 هنا 1.1 إكس الكل أس 2. دونك هاد العدد كامل أس 2 هو هاد العدد أس 2 وإكس أس 2. هاد العدد 1.1 أس 2 هي 1.21 إكس أس 2 زائد 2 في 1.1 في 0.5. دونك 2 في 1.1 هي 2.2 في 0.5
0.5 يعني 1.1. دونك 2.1 اكس في 0.5 هي 1.1 اكس زائد 0.5 الكل أسي 2 تعطينا 0.25. بعد عملية حسابية، إذن نمر إلى التعبير H. هنا لدي ما عنديش متطابقة هامة، يعني عندي عملية ما عنديش متطابقة هامة، غير هو متطابقة هامة عندي ما بيناش إنه با إيفيدون. غنحاول أني نبين المتطابقة الهامة. دونك عندي هنا 4-5 إكس عامل لي، دونك عندي هنا 5x+4. غنحاول نقلبهم، 5x+4 ندير 4+5x، 5x+4 يعني الجمع تبادلي، 4+5x عامل لي 4-5x. هاي بنت عندي متطابقة الهامة a+b عامل لي a-b. متطابقة الهامة الثالثة الأخيرة اللي هي 4 أس 2 تعطيني 4 أس 2 ناقص 5x أس 2. 5x الكل أسي 2. دونك هنا شنو غتعطيني؟ غتعطيني 4 أس 2 هي 16 ناقص هنا 25x أس 2. نمر إلى العملية الموالية. دونك 2x+0.5 عامل 2x+0.5. هنا لاحظنا أن نفس التعبير مكرر، يعني ممكن نكتبها على شكل 2x+0.5 الكل أسي 2. غنخدمها بالمتطابقة الهامة الأولى. دونك هنا غنكتبها هنايا باسكو مبقاليش لي. دونك غتعطيني 2x+2 اللي هي 4x² زائد 2x+0.5x. دونك غتعطيني 2x زائد 0.5 أس 2 بعد عملية حسابية كتساوي 0.25. نمشيو العملية الموالية كيفما درنا من قبل. عندي متطابقة هامة غير هي ما بيناش مزيان، غنحاول نبين ليكسبرسيون مزيان. غنحاول نقلب هادو بجوج، ناقص 3x+9 هي 9 ناقص 3x عامل لي هنا ثاني نقلبهم جمع تبادلي 9 زائد 3x. دونك هنايا a-b عامل لي a+b غتعطيني a أس 2 اللي هي 9 أس 2 هي 81 ناقص b أس 2 يعني هاد العدد كامل أس 2، وبالتالي كتعطيني 9x+2. العملية الموالية y+8 عامل y+8 يعني y+8 لو تو كاري الكل أس 2. دونك كتعطيني y² بلس 2y+8 يعني 16y+8 أس 2 هي 64. الاكسبرسيون عندي الاخرى حتى هي متطابقه هامه، غير هي ما بيناش مزيان. نحاولوا دائما لي اكسبرسيون نبينوهم باش نادابتوهم مع هذاك الشيء اللي عندنا. الوغ هنا غنحاول نكتب على شكل 5+2y، نقلب هادو بجوج 5+2y، وهذا حتى ما نقلبهم عامل 5-2y. عطاتني متطابقه الهامه الاخيره، يعني ان النشر ديالها هو 5 أس 2-2y الكل أس 2. انتبهوا اننا دائما خصنا يكون عندنا هذا العدد كامل أس 2. دونك الا كانوا جوج اعداد مضروبين ببعضياتهم يعني كل شيء أس 2. دونك هنا تعطيني 25 وهنا تعطيني 4، 2 أس 2 هي 4، y أس 2 هي y أس 2. دونك هذا هو النشر.